اسمح لي كابتن عادل، طبعا خبر طبعا بعد اعتذار دكتور تامر ابو العنين عن الاستمرار في مهمته، الاعلان عن الاستعانه بجهود احمد جابالله طبيب قطاع الناشئين للعمل مع الفريق الاول خلال الفتره المقبله. اعلن كابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي عن الاستعانه بجهود طبيب قطاع الناشئين احمد جابالله للعمل مع الفريق الاول خلال الفتره المقبله. جاء ذلك بعد التنسيق الكامل مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكره في هذا الشان. كل التوفيق طبعا للدكتور احمد جابالله، ويمكن طبعا تهيالي داخل في توقيت مهم وصعب كابتن عادل. جهاز طبي طبعا بالنسبه لاي جهاز فني يعني في موسم زي اللي جاي ده بالتاكيد مهم جدا يبقى فيه وضوح كامل في كل ما يتعلق بالتفاصيل، مشوار الفريق، اجندته، ارتباطاته، الحاله البدنيه للعيبه، فبالتالي مهمه شاقه طبعا على الجهاز الطبي. اكيد طبعا، يعني الله يكون في عونه، لان طبعا داخل على مرحله مع على طول الماتشات. ايوه، وطبعا بيبقى عبال ما يدرس الملفات بتاعت كل لاعب، لان في بيبقى في ملفات طبعا، وفي اصابات قبل كده، وفي اصابات، وفي برامج تأهيلية، وفي بتتعالج ازاي، بتتعالج ازاي، وكل الحاجات دي، والاصابات اللي هي محتاجه تجهيز. هو ان كان الموسم الاخير الحقيقه كان موسم اكتر من رائع، يعني اول موسم نحس فيه انه مستشفى الاهلي فاضيه، يعني ما حسيناش، رغم انه كان موسم طويل ويمكن يكون الموسم الاطول واكثر عدد مباريات لعبها النادي الاهلي، لكن ما حسيناش بحجم الاصابات اللي كان موجود في المواسم اللي قبل كده. دي الحاجتين، فضل ربنا سبحانه وتعالى ان حامل الولاد دول. ايوه، نمره اتنين انك بتشتغل علمي، الراجل بيشتغل علمي. ايوه، من اول ما اول يوم جه على طول بالاجهزه، قياسات بدنيه القياسات وطبعا الاداره اللي وفرت له الاجهزه ديت طبعا، ثم في الفتره الاخرانيه برضه وفروا له اجهزه لتنميه المهاره بالنسبه لحراس المرمى، بالنسبه للمهاجمين، بالنسبه للمدافعين، كشف التسلل، التغذيه، العلاج، كل الامور ديت حريصين جدا عليها. الجزء الطبيب هيبقى مهم جدا، لانه مش اي حد يشتغل طبيب مع فرقه كوره، لابد يبقى عنده خلفيه رياضيه، الخلفيه الرياضيه اللي عارف وانا شايف المباراه وقع بالطريقه الفلانيه او رجليه اتلوت بالطريقه الفلانيه، وانا قاعد بتفرج في التلفزيون ابقى عارف الراجل ده جاله صليبي ولا جاله مز ولا جاله غضروف. انا بتهيألي حضرتك خدت يعني برضو من مشوارك في التدريب كابتن عادل بقى عندك درايه بالنواحي الطبيه وبالحالات، حالات الاصابات والحالات البدنيه للعيبه بمجرد النظر، يعني مش بتبقى مستني قوي تحت. طبعا اكيد التشخيص والاشعاعات والحاجات دي مهمه، لكن كمدير فني برضو بيبقى في تنسيق بينك وبين الجهاز الطبي المعاون. اكيد، بس برضو انت اشتغلت في اماكن يعني كانت ايه غزل المحله، برضو الامكانيات كانت ضعيفه شويه، مش قويه قوي. فهو انت يعني مثلا من سنه وشويه تريزيجيه وهو بيلعب مع الفريق الانجليزي بتاعه اظن كان ريجن استون فيلا وقع، وقعه انا قاعد في وسط مجموعه قلت ده صليب. المهم ان الدكتور راح مقومه وراح منزله، انا بقيت اضرب كف على كف. طب ازاي انت انت لما شفتها في التلفزيون أنا قلت دي صليبي؟ مفيش صليبي نقاش. مليون في المية الواقعة باينة. فأنا اللي أنا استغربت له إن الراجل رجعه تاني الملعب. يعني حتى لو القطع كان فيه مثلا يعني حاجة بسيطة هتتفاقم الإصابة، أنت كملت على على الرباط. فعلشان كده بنقول اللي بيشتغل مع طبيب لأي فريق رياضي وخاصة النادي الأهلي لابد يبقى عنده خلفية رياضية وإصابات ملاعب والحاجة دي يبقى دارسها. ممكن جدا دكتور تامر اللي مشي يبقى طبيب رائع في العظام أو الأخر في تخصص معين، لكن بالنسبة لإصابات ملاعب وأبقى عارف وأنا قاعد بتفرج أنا قاعد ليه على البيج في الملعب، لأنه عارف اللعيب أول ما يقع أو يحصل احتكاك أو إلى آخره على طول بيبقى وهو داخل مش عايز يعمل حاجة فيها، يعني ممكن جدا يبقى مثلا اي حاجه في الوتر فانا اخش واروح عامل حاجه حركه معينه. فعشان كده دايما عينيه بتبقى ثقبه جدا، بيبقى اكتر من المدير الفني بالحيز التركيز. ان شاء الله واحد من يكون من اهم عناصر نجاح السنه دي.